دخل امبارح لعندي على الانستغرام واحد مدري وحده قالت لي عم فكر افتح مشروع منزلي شوكولا داخل البيت وسويت لوجو. كتبت له ممتاز كيف ممكن اساعدك؟ قام قال لي الله يسعدك اعطيني خطه تسويق وشو لازم اسوي. قلت له اوكي تكرم عيونك، بدك خطه تسويق مع شطه ولا من غير شطه؟ قام انصدم. هدفي من هذا المقطع انه اليوم اتكلم على موضوع how to ask a question، لحتى تسأل السؤال الصح في المكان الصح للشخص الصح بالطريقة الصح. مشكلتنا الأساسية نحن ما بنعرف نسأل، ومشكلتنا الأساسية لأنه ما بنعرف نسأل فما بنعرف نوصل للمعلومة الصح اللي نحن بنحتاجها لحتى تحللنا مشكلة عنا، وهذا الشيء اللي بدي أتكلم فيه اليوم. بس قبل ما ننتقل، اسمي خالد قصاب، إذا عم تتابعني لأول مرة ولسه ما اشتركت هلأ لعندي بالقناة فنصيحة رح يفوتك كتير من المحتوى. عجبك حياك الله، ما عجبك كمان حياك الله، بس اضغط على زر الاشتراك وخلينا نمشي سوا. خلينا نبدأ اني انا ما رح علمك كيف انت تسأل، وما رح اجي اقعد نظر عليك بالاسئلة وشو هي الاسئلة اللي لازم تسألها من منطلق التيتشر والتلميذ. لا، انا رح قلك انه البروبلم اللي انت شايفها بالبزنس تبعك it's not a problem. The problem is how you see the problem. انت هاي المشكلة كيف انت شايفها وكيف بدك تدور لها على حل. فلابد انك انت تعرف تبحث بالطريقة الصح وتسأل السؤال الصح للشخص الصح. فهون موضوع الاسئلة very critical. لحتى تسأل السؤال الصح لابد انك انت تعرف تشخص المشكلة، تعرف اساسا انه في عندك مشكلة، لانه الاويرنس بالنسبة للناس بيختلف على 5 مستويات من الاويرنس. ناس ما بتعرف انه عندها مشكلة اصلا وعايشة حياتها بحياتها الطبيعية او بحياة البزنس فما بيعرف انه عنده مشكلة، وناس عارفة انه في عندها مشكلة ولكن they don't care about انه يلاقي لها solution. والناس الثالثة المستوى الثالث هن ناس بيعرفوا انه عندهم مشكلة وبيعرفوا انه لازم يلاقوا لها حل ولكن they don't take action. هذا الاكشن اللي لازم ياخذوه لابد انه يبحثوا عن الحل الصح في المكان الصح بالاسئلة الصح. المستوى الرابع من الناس واللي هن ناس عارفين انه في عندهم مشكلة وعارفين انه لازم يلاقوا لها حل ولكن هذا الحل مو عارفين منين يبدأوا لانه بدهم ياخذوا اكشن ولكن ما عم يعرفوا وين هي البداية وما عم يعرفوا كيف هي البداية الصح مع الناس الصح. المستوى الخامس من الناس واللي هن ناس عارفين انه في عندهم مشكلة وعارفين انه هذه المشكلة لازم تنحل وعارفين انه هذا الحل موجود في مكان ما ولكنهم للأسف جربوا حلول غلط وهذه الحلول الغلط جابت له النتائج ما كانت مرضية بالنسبة لهم فأصيبوا بالإحباط وحطوا حالهم وقعوا. ومن هون بتجي أهمية تعلم مهارة كيف نحن نسأل السؤال، تعلم مهارة كيف نحن نبحث عن الحل في المكان الصح، تعلم مهارة انه نحن نفتح المايندسيت بالنسبة لنا، نكون open minded لحتى نحن نستقبل معلومات من اشخاص عارفة شو عم تتكلم. فلما بتجيك المعلومة ما تقفل عليها الباب وتقول I know that، هاي المعلومة سمعتها بالسابق تعلمتها بالسابق، فبتقفل مخك عليها. وهون اهمية الاسئلة الصحيحة للاشخاص الصحيحة. لما بتسأل شخص صح بمكان صح لابد انه يعطيك النصيحة بطريقة صح. رح اضرب لك اياها مثال من الحياة. لما واحدة متزوجة وبتروح بتاخذ نصيحة من واحدة مطلقة عدم مؤاخذة، شو رح تعطيها النصيحة عن الرجال والتعامل مع الرجال؟ اكيد رح تعطيها صورة سوداوية. لما شخص موظف بيعطي نصيحة لصاحب عمل عنده بزنس، انت زلمة عندك your own business وعندك شوية مشاكل بهذا البزنس، بتروح انت بتاخذ استشارة من شخص موظف بشركة حتى لو كان من الناس الهاي بيد جوب، فشو هي النصيحة اللي بده يعطيك اياها؟ رح يقول لك يا زلمة شو بدك بوجعة هالراس، عامل لي بزنس وعامل لي فيها اونر وبزنس اونر ومدير، ارجع تعال توظف وعندك سكيلز وعندك مهارات وبتاخذ لك معاش باخر الشهر. هذه هي النصيحة اللي رح يعطيك اياها. فلما بتتعلم تسأل السؤال الصح من الاشخاص الصح لابد انك انت توصل للنتيجة والاجابة. فلا تلوم الناس، لوم نفسك بالنهاية انك انت سألت الاشخاص الغلط ورح تتواصلت مع الناس الغلط. لما بيكون في عندك انت مشكلة مرضية الله يكفيك شر المرض، عندك مشكلة بالعظم تروح لعند دكتور عيون، شو رح تقول لنفسك؟
لا تلوم دكتور العيون انه راح يقول لك اي كلام في اي كلام، هذا اذا كان من الدكاتره البياعين، واذا كان دكتور صادق راح يقول لك انا هذا مو اختصاصي ما راح اقدر افيدك. فهذه هي اللي موجود في حياتنا اليوم. فالاسئله الصحيحه وتعلم كيفيه نحن how to describe our problems، how to describe the problem will be the key لحتى يفتح لك الباب انك تلاقي الحل الصح من الناس الصح. فتتوجه على المكان الصحيح، تاخذ من المنبع، تاخذ من السورس الصح لحتى تقدر توصل بالنهايه لنتيجه انت متوقعها. فلا تلوم النتائج اذا كانت بداياتك غلط، ولا تلوم النتائج بالنهايه انه انت اشتغلت غلط، بديت صح ولكن اشتغلت غلط. فلا بد انه يكون في معك جايدنس، يكون في معك طريقه صحيحه ووجهه واضحه لحتى توصل لهدف انت تنشده. بنهايه هذا المقطع حبيت اتكلم هذول الكلمتين لحتى نسال اسئله صحيحه، نوصل لاجابات صحيحه. لابد انه نحن نتعلم هذه المهارات، كيف نحن نشخص البزنس تبعنا، كيف نشخص مشاكلنا، كيف نعرف نبحث لمشاكلنا عن شخص كواليفايد، هذا الشخص عارفين انه هذا الشخص بالمكان الصح. لما انت بيكون في عندك مشكله ببزنس تبعك، انت بتشتغل بالميديكال فيلد، وبالميديكال فيلد الكرايتيريا بالنسبه للمسج مختلفه عن اي مجال تاني، وبتروح بتسال اي بياع بمحل ملابس، مع احترامنا الشديد لكل الناس، ولكن بتروح بتسال هذا الشخص، اكيد ما راح يعرف يعطيك الاجابه والاستشاره اللي هي انت عم تدور عليها. فتوجه للمكان الصح وابحث عن الشخص الصح اللي تساله، الكواليفايد اللي يعطيك الاجابه الصحيحه في المجال تبعه، في المجال اللي انت عم تدور عليه، لحتى توصل بالنهايه لنتيجه مرضيه تكون مرضيه لك وتكبر فيها عن طريق هذه الاستشاره. حبيت اتكلم هالكلمتين، واذا حسيت ان انا ممكن افيدك بموضوع في الميديكال فيلد از ميديكال بزنس كوتش من خبرتي على مدى 15 سنه سابقه، انا بكون سعيد انك تتواصل معي بشكل دايركت، وما راح ابخل عليك باي اجابه. احجز معي مكالمه تحت لحتى نشوف البزنس تبعك، هاو تو ديسكرايب يور بروبلم، هاو تو ديسكرايب ذا بوتنشاليتي فور يور بزنس، انك انت تكون شايف في بوتنشاليتي للبزنس تبعك لحتى ترفع البزنس تبعك لمستوى تاني. وبكون سعيد للتواصل معك انا وفريق العمل اللي بشتغل معي. ولا تبخل على نفسك بسؤال صح لناس بإذن الله صح. تحياتي.